السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصفاء والوفا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مضت أيام شهر رمضان المعظم الحافلة بالصيام، ولياليه العامرة بالتلاوة والقيام. وها هي يا عباد الله ذي شمس عيد الفطر تشرق بفضل الله علينا، وتحمل ببركة الله الجائزة إلينا، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا شاهد العبد في هذا الصباح الكريم تمام المنة الإلهية وعظيم المنحة الصمدانية، وطالع عيب النفس البشرية، صاح بلسان وجده: أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اليوم يوم المحبة الكاملة، يوم المودة الشاملة، يوم الوصال، يوم الاجتماع الذي ليس بعده انقطاع. اليوم يوم الحب يا عباد الله. الحب روح الوجود وإكسير القلوب، صمام الأمان لبني الإنسان. الحب والجاذبية صنوان، بالجاذبية أمسك الله تعالى الأفلاك والأملاك من الاصطدام والاحتراق، وبالحب أمسك العلاقات الإنسانية من أن تستحيل إلى دماء وأشلاء. وقديما قال فلاسفة الأخلاق: لو ساد الحب بين الخلق ما احتاجوا إلى قانون ولا إلى عدل. بالحب يستمرئ الإنسان مر الحياة، فالحياة مطارحة ومساجلة، جراح وأفراح، فبالحب يستمرئ الإنسان مرها، وبالحب يستعذب العبد عذابها. بالحب يطير الإنسان المادي الثقيل إلى أجواء الفضاء، يطير من الثرى إلى الثريا في لحظة أنسية ولمحة قدسية، يتوحد العبد فيها مع الجمال والجلال، فإذا بالعبد يخترق الغيب ويحطم المساتير. أحب ذا الجلال والجمال والكمال والنوال، أحب الله واهب الحياة، صاحب الإمداد، صاحب الإيجاد. أحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلولاه ما عرفنا الله، ولولاه ما عرفنا مراد الشرع الشريف منا. بيد النبي بايعنا الله، وبلسانه يسر لنا تلاوة كتابه. فأحبوه ورددوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولسيدنا صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في ذلك، والسهم الوافر، والحظ الكبير. أحبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأحبوا آل بيته المكرمين، وأحبوا الصحابة أجمعين،
حملت الوحي ونقلت الدين، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: أرقبوا محمدا في آل بيته، أذكركم الله أهل بيتي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فأحب ذا الجلال والجمال، وأحب المصطفى على ذات المنوال، وأحب الآل والصحب الكرام، وأحب بني الإنسان، أحب جميع الأكوان. أبذل المحبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضوا أم أبوا من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة، فأحب الخلق على اختلاف سياستهم وأفكارهم وعقولهم وأيديولوجياتهم وأديانهم وعقائدهم، أحبوهم. ولنتعلم أن ندعو الله في الخلوات والفلوات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدهم وأت بهم. واعلموا عباد الله أن الاختلاف في الخلق واقع بالمشيئة الإلهية التي لا تنفصل عن الإرادة الربانية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأرح نفسك وأحب الجميع، ودع الحساب للعزيز الحميد، فهذا ليس من شأن العبيد. وفي أواخر الحج قال الله للحبيب المصطفى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فأحبوا جميع بني الإنسان. المؤمن يا عباد الله نقي القلب، تقي الفؤاد، سليم الصدر، رقيق المشاعر، رقراق العواطف، ينام ويقوم وليس في قلبه ذرة حقد ولا غش لأحد على خير أعطاه الله له، يبارك لأرباب الأموال والأعطيات والمناصب والوجاهات عطايا الله ومنح الله، ويعيش أسير دولة الحب التي لا تحول ولا تزول. وإن النفس الأمارة راودته بالسوء يوما لشهوة خفية أو تكاثرت الشياطين الإنسية والجنية، هرع إلى ربه رافعا أكف الضراعة في سجوة الليل أو رائعة النهار بالافتقار والاعتذار، مرددا قولة الأولين الصادقين، هذه الأنشودة العذبة الحلوة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا ومولانا محمد. اليوم يوم الفرح، ويوم المحبة، ويوم الرحمة. اليوم يوم فعل الخيرات، يوم فعل القربات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وها هو قد انتهى والحمد لله وقضي على خير، لكن يختم الله الآية بقوله:
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير. ومن عجيب الإعجاز في هذه الآية أن الله لم يقيد فعل الخير بدائرة معينة، ولم يجعله محدودا بحد، بل جاءت الآية مطلقة: وافعلوا الخير، لكل من آمن وأنكر، لكل من أقبل وأدبر، لكل من أحب وأبغض، وافعلوا الخير، فكونوا ينبوع خير متدفقا بالحنان والرحمة، كونوا مرهما يأسوا الجراح، وبلسما يشفي السقام. ضموا العالم إلى صدوركم وأسمعوه خفقات قلوبكم النابض بالأمان والسلام. دثروا العالم ببردتكم ذات النفح الشذي والعبق المحمدي. واسألوا الله تعالى أن يجعل عيدنا عيد خير وبركة ورحمة وعافية على الإنسانية جمعاء، وعلى أهل مصر الطيبين، وقادتها المكرمين، وعلمائها الميامين، وعلى حضرتك أيها الزعيم النبيل والقائد الكريم. ودعاؤنا لله تعالى أن يحفظك سراً وعلانية، ظاهراً وباطناً، وأن يؤيدك بتأييده، وأن ينصرك في حلك وترحالك، وأن يلهمك الصواب وفصل الخطاب. اللهم اجعل اجتماعنا عليك، واجعل افتراقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا ندعوك في هذا الصباح الشريف والعيد اللطيف أن تبلغ الحبيب المصطفى منا الصلاة والسلام. اللهم خصه منا بالتحية والإكرام، ولا تحرمنا شفاعته يوم الزحام، ولا تحرمنا زيارته على الدوام، ولا تحرمنا لقاءه في اليقظة والمنام. أجب دعانا بكرمك يا مولانا، أجب دعانا بكرمك يا مولانا. وأنت على من آذانا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.